نعود للسيد احمد بزيم، كيفاش كان كيفاش كنتوا تتعاملوا مع اهل مسعد، وخاصه مع كيفاش كان العمل التضامني بينكم وبين سكان مدينه مسعد؟ هو دائما كتبت كان نيه صادقه توصل، كان جانب تضامني لما راى كل الفاعلين في المجتمع المسعدي انه هذا الفوج عنده بصمات في الواقع وقدر يبرز بين نشاطاته الثقافيه والرياضيه والكشفيه والتربويه، اراد الكثير المساهمه في الفوج عن طريق الجانب التضامني. اذكر من بينهم على سبيل الذكر وليس الحصر، اول واحد استطاع بحكم انه جار الفوج رئيس البلديه انذاك ربي يرحمه الشيخ بالخير الذي دعم الفوج بكل ما اوتي، ايضا من الناس اللي نذكروا عاونوا الفوج وساعدوا واحترموا وقدموا يد المساعده، كاتب العام لبلدية سلمان رفقة رئيس البلدية شفاه الله الحاج ضيف الله حسين، وكاتب العام بن الله نور الدين، أيضا الحاج عياشي بن دراه، العايد محمد، وبعض الخيرين الأطرش محمد آنذاك، أذكر في المخيم بمنطقة الفج مدنا كل المساعدات الممكنة آنذاك، كان رئيس بلدية سيد رحال، أيضا لما السلطة العسكرية أيضا كان لها دور كبير في احتضان ومساعدة الفوج ماديا ومعنويا، السلطات المحلية، كل الرياضيين بمسعد لأنه كان عندنا نشاط رياضي بالمناسبة، استطعنا أن نفتتح فرع لكونفو ووشو بمقر الفوج، ومن بعد استطاع هذا الفرع أن يكون مستقلا تابع للأمن الرياضي في مسعد، أيضا كل الرياضيين من بينهم أذكر على سبيل المثال الرياضيين اللي كانوا أيضا في الأمن الرياضي في مسعد هم قادة فوج الإصلاح ورياضيين في الأمن الرياضي، أيضا كل التجار، أحيي كل تجار مسعد آنذاك الذين لم يبخلوا علينا بالمواد الغذائيه في كل رحله نقوم بها سواء شتويه او ربيعيه او صيفيه، وكان يتزاحمون ويتسارعون الى مساعده فوج الاصلاح من اجل النهوض بهذا المولود الجديد، هذا المولود الذي مسح كل ما قيل او ما يقال او ما يشاع عن الكشافه الاسلاميه انذاك، الكشافه الاسلاميه الجزائريه، من باب التضامن ايضا في مسيره من مسد الى برج المهاش ليلا من طرائق غريبه انه وجدنا لقينا واحد مع ملدوغ في ذاك الجبل قرب برج المهاش، والحمد لله كانوا بشجاعه الرجال وشجاعه الجواله راحوا قدروا ينقذوه في ذاك الليل في ذاك الجبل في ذاك الواحد في ذاك المطر، والحمد لله عن قيد الحياة يذكر ذلك العمل الإنساني الديني لأن من أخلاقنا من أن نساعد الآخرين، من خلال هذه القاعدة يعرفون عنهم وعنهم، أحيي كل الذين صهروا وساعدوا ومدوا يد العون لفوج الإصلاح من قريب ومن بعيد، حتى العزيز في الديار اللي كانوا يطيبون الفطورات واللي كانوا يدعونا واللي كانوا يأتمنوننا على فلذات أكبادهم يبعثون في وليداتهم يبعثون حتى في الزهرات، كان عندنا فوج كان عندنا زهرات وحدة زهرات بنات كانوا عندنا في فوج، وهذه لم تكن مألوفة في المجتمع المسعدي أن طفلة دير الكشافة الإسلامية الجزائرية، ودرنا حتى مخيمات في عمورة في عامرة، درنا مسيرة حتى إلى الوريطة بالأشبال بالزهرات، واذكر انا ذاك انه رئيس بلديه الدول انا ذاك الشيخ بخير الله يرحمه لحقنا اولا اطمئنان على الفوج ثم اللي باش يجيب الحذاء تاع وليده لانه قام بيده في الشفاء، والحمد لله قوبلنا واستقبلنا في بلديه الدول، واذكر الحاج ميثا انا ذاك انه دار حتى طعام الحمد تكريما واكراما لفوج الاصلاح